السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ بقالي كتير ما طلعتش فيديوز. كنت حابب اقول ان ان شاء الله من ستارتنج يعني بالشهر دوت هيبقى فيه كل شهر هعمل لايف ان شاء الله على مواضيع تهمنا وتهم اولادنا ناشئين وناشئات الاسكواش، سواء في التمارين في المباريات، واي حد يعني يبقى عنده موضوع حابب ان احنا نطرحه ونتكلم فيه. اعتقد ده هيبقى برضو بيسهل يعني موضوع اختيار المواضيع اللي نتناقش فيها ان شاء الله. اشوفكم قريب وفي قناتي سبورتس باشن باي مو متحف.